كابتن محمود الخطيب قرر، رئيس النادي الأهلي قرر مرافقة بعثة الفريق الأول المقرر سفرها إلى المغرب عصر الخميس المقبل لملاقاة الوداد المغربي في مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال والمحدد لها مساء الأحد المقبل. يأتي سفر الكابتن محمود الخطيب لدعم اللاعبين وجهازهم الفني والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير الكبيرة والوفية. على الجانب الآخر كابتن حسام غالي هو رئيسا لبعثة النادي الأهلي في المغرب، وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين مجلس إدارة النادي الأهلي بيقرر دائما من سيكون رئيس البعثة، وبالتالي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب لملاقاة فريق الوداد في نهائي أو في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال الإفريقي. كابتن حسام غالي حاليا بيعكف على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين. إن شاء الله يوم الخميس العصر البعثة تغادر على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمنا إن شاء الله واللعيبة ترجع على أفضل ما يكون. قبل بس